4-2. And Yaringo absolutely needs to stop this. As Richmond Nketiah scores, Ghana are through. Nketiah against Yaringo. Nketiah scores, and Ghana are in the final. Mali denies on penalties. Glory be to God, says the shirt of Richmond. لا نقدر عليه. الآن نحن أمام خصمين. المنتخب الغاني والمنتخب البناني بحاجة إلى تحقيق الفوز. الفوز إلا الفوز للفوتر من أجل التأهل إلى دور المقبل إلى دور النهائي ومن ثم مباراة الأول بين منتخب الجزائر ومنتخب غانا في مباراة نكون أو لا نكون مباراة المعركة الأولى قبل المعركة الثانية هي معركة الحصر لأن الفوز إلا الفوز هو الذي يجب أن يكون لا شيء فوزنا بهدفين مقابل هدف الأمور تبدو صعبة عموما متعب لأنه يعني لا يمكن بين قوسين لا أريد أن أستعمل كلمة شخصية ولكن على مستوى الدفاع نأمل في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم الفوز وكذلك تعثر المنتخب البنيني أمام المنتخب هذا هو التدرج في اللعب هذا هو النظام الغاني في كرة القدم طريق المعب لحسن الحظ التسديدة مرت إلى خارج أرضية الميدان طول القامة من جانب المنتخب الغاني لم يتمكن المهاجم الذي كان هدافا في المباريات الودية للجزائر كرة زكريا حدوش زكريا للمناورة للمناورة يمر زكريا زكريا يغلق المنفذ والكرة إلى التماس تماس نعم للجزائر الرأسية المفروض تضرب على الأرض وطالما أنه ضرب الكرة ما عادش فيه حجة لأنه أشعة الشمس قام لا يلحق على الكرة التي تنتهي إلى التماس يبقى المنتخب الغاني البلاك ستارز متقدمون بهدف مقابل لا شيء منتخب غانا لكن ضاعت الفرصة بن قابلية محمد يضيع فرصة تعديل النتيجة عاد وهشام علمي علمي والتوزيع مرة أخرى بالعقب لمن بالعقب لمن زكريا حدوش سعيد ولا أفضل من التعادل بوردي يتقدم عبد الرحمن بوردي الكرة لا تمر شمون في المتابعة يقطعها
تستمر الكرة لمصلحة رضوان شريفي. يمر شريفي توزيعة من شريفي وغنير وغنية الغاني التدخل هو الكرة والركنية جزاء. منتخب الغاني بدوري يلعب تحت ضغط الجمهور. رشمون رشمون يمر مع أنابا كرة لزكريا حدوش. يمر زكريا ضيع الكرة أعتقد نتمنى فقط ألا فرحات زين الدين لمسة إلى بلال وعلي لا يتمكن وعلي في العلامة الكاملة نتمنى له التوفيق هو والمنتخب العراقي في مونديال تركيا فيما أفلح هل في صناعة دفاع صناعة حارس مرمى جيد في صناعة هجوم مدرسة سليف كيطة مثلا ها هي تحصد الثمار مثل ما تحصد أكاديمية المركز الرابع بنقطة واحدة من تعادل سلبي ومن هزيمتين هدف مقابل للشوي من هدفين نظيفين Thank you.
send a good ball in here, Nketiah. Yeah.